السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نشوف مع بعض برنامج زوم، وهو برنامج تقدر من خلاله تتواصل مع الطلبة أو تتواصل مع زمايلك في الشغل من خلال البرنامج ده. يعني مش لازم اجتماعات نسلم على بعض والفيروس والكلام ده كله، أو نحضر في اجتماع واحد يعطس وبتاع، فأصبح الموضوع سهل، وبالذات إن في كثير من فرق العمل بيكونوا بيكون في مشكلة في انهم يكونوا موجودين في نفس المكان. طيب زي ما انت شايف هي متقسمة أربع حاجات بسيطة جدا. نيو ميتنج، هنبدأ اجتماع جديد. جوين، في حد هيبعت لك رابط وانت هتدخل من خلاله. سكادول، بتقول احنا عندنا اجتماع بعد أسبوع، فكروني بالوقت دوت، يعني هيجي في الوقت ده يبعت لك يقول لك في اجتماع دلوقتي. في شير سكرين، شير السكرين مع الناس. الهوم، الصفحة الرئيسية. الشات، بنبدأ نعمل شات مع بعض. ميتنج، كونتاكت، بيقول لي الناس اللي احنا اتكلمنا مع بعض قبل كده على برنامج زوم. طيب دلوقتي اقول له نيو ميتنج، فبيبدا هو يجيب لي الفيديو. لاحظ ان هو اوتوماتيك بيسجل فيديو. طيب ممكن تقول له انفايت، هبدا ادعو الناس. ممكن كوبي يو ار ال بس وتحط الرابط ده لفريق العمل، سواء تبعته لهم على فيسبوك او على الواتساب، او كوبي انفيتيشن. كوبي انفيتيشن بيبدا يبعت رابط ويبعت كلمه سر ويبعت معلومات عن زوم والكلام ده كله. تمام، يعني هو بيبعت الاي دي اهوت وبيبعت الباسورد. تمام، ممكن تروح تبعته للناس اهوت. فاللي عايز يدخل معاك الميتنج، مجرد ان هو يدوس للرابط يبدا يدخل معاك، وتبداوا تتكلم مع بعض، ويبدا يبقى فيه شات اونلاين بينكم وبين بعض اهوت. ده موجود اهوت. هنا بتقدر تتحكم في الصوت، تقدر تكتم صوت، تقدر تقول له شغل لي الميكروفون، تقدر تختار الميكروفون اللي انت عايزه. ممكن تقول له انا عايز اجرب المايك اخر، عايز اعمل تيست سبيكر، فيبدا يجيب لك اختبار عشان تشوف المايك شغال ولا لا، وهكذا. طيب هنا ممكن تبعت تعمل شير للشاشه بتاعتك مع الناس بالشكل دوت. ممكن توقف الشير، ممكن تعمل انوتيشن بحيث وانت بتشرح تبدا تعمل التكست مثلا، اهو المهندس محمد عزت دخل معانا. تقدر تدوس على القائمه دي فيبدا يظهر لك مين الناس اللي موجوده معاك في الميتنج. مهندس محمد عزت ومحمود منير معانا. تقدر تيجي هنا على الثلاث نقط وتقول له ميوت اوديو، فمثلا لو هو حاول يتكلم ممكن يكون عنده ضوضاء في المكان اللي هو قاعد فيه، فالصوت ده بيسمع معايا، فانا كده اقدر اتحكم في الصوت. ممكن نعمل شات مع بعض، والشات تقدر تتحكم فيه هل هو لإيفري وان، لكل الناس، ولا لشخص معين. تمام، وتقدر تيجي هنا تقول مثلا عايز ابعت له ملف، سواء من الكمبيوتر بتاعي او من بوكس او من جوجل درايف او مايكروسوفت وان درايف او من دروب بوكس. كل الحاجات دي تقدر تشيرها مع الناس. فتقدر تعمل شات تقول له مثلا السلام عليكم، كيف الحال. طبعا ده بديل على موضوع ان احنا نقعد مع بعض اجتماعات وحاجات زي كده، وبالذات ان كل واحد فينا في منطقه، وده هيكون اسهل بكتير بالذات في الفتره الحاليه وموضوع وقت الدراسه عشان تحكيم الفيروس. فزي ما شايف هو بيديني ادوات حلوه جدا للكتابه. تمام، والشريط اللي هنا دوت ممكن توقف شير، ممكن الريموت كنترول تتحكم في شاشه حد تاني او تدي حد تاني. ممكن مثلا ادي محمد عزت القدره ان هو يمسك الماوس ويحرك الماوس بدالي. تمام، فهو كده بيشرح لي مثلا الحاجه دي هتنفع ولا مش هتنفع، او بيحرك الماوس او كده. ممكن تعمل شات مع الناس، ممكن توقف التسجيل. يعني هو اوتوماتيك بيسجل، فانت ممكن تقول له وقف التسجيل لحد هنا. اول ما بتوقف الفيديو بيروح مسايف لك التسجيل دوت عندك على الهارد، بحيث لو انت عايز تشير المحاضرات مع الناس. في محاضرات كتيره بناها من خلال البرنامج، واثبت ان هو قوي جدا. حتى في لو النت بتبقى عند بعض الناس بيقدر يوصل الرساله، وبيكون الصوت كويس والفيديو كويس، زائد ان انت بيبقى عندك نسخه متسجله لو حد عايز يسمعها بعد كده. تمام يا استاذ محمد؟ استاذ محمود الله يكرمك، شكرا للمداخلة. هو البرنامج يعني ان شاء الله الناس تعتمد عليه في الجامعات والمدارس،
ان هم يشرحوا للطلبه في ظل ان وقف الدراسه لمده اسبوعين وفي بعض الدول وقفت اكتر من كده. فهو البرنامج متميز جدا وكويس جدا في التسجيل، والنسخه المجانيه اللي فيه كافيه يعني ممكن الواحد يعتمد عليها. شكرا جزيلا.